الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية السعودي اليوم مع زميلنا سلطان الشمري مع ختام رالي حائل الدولي. يا هلا وسهلا، أولا أحب أرحب ببرنامجكم، الحقيقة أنتم الداعم الأكبر لنا وفي جميع ما نقوم فيه، وأهني سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وسمو وزير الرياضة على نجاح الرالي بشكل متميز ولله الحمد، وأيضا أهنيهم بخصوص فوز بطلنا السعودي يزيد الراجحي بلقب الرالي، وهذا يعني ما يزيد فرحتنا الحمد لله أن اكتمال التنظيم بهالشكل المستوى الكبير وبفوز بطل سعودي على أرض السعودية. الحمد لله قطعنا شوط كبير ولله الحمد في قطاع سباقات السيارات والدراجات النارية، ونعيش الحمد لله أفراح كثيرة وقفزات كبيرة بفضل دعم سخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، اللي أصبحت المملكة واجهة وقبلة لجميع الفعاليات، خصوصا أكبر وأهم أحداث سباقات السيارات والدراجات النارية في العالم كلها في المملكة العربية السعودية، وكلها متتالية وكلها الحمد لله تقام وتدار بشكل احترافي كبير يليق بالسمعة المتقدمة اللي وصلت لها المملكة بكل جدارة واستحقاق. الحقيقة وليد يعني من الإعلاميين المتميزين، وهو دوره أكبر من كونه إعلامي، فوجوده معنا اليوم في نهائي الحفل النهائي والختام لرالي حائل يعني ما في شك أنه مناسبة جيدة، وحنا نتشرف بوجوده، ويعني هذا ما عهدناه من البرنامج ومن وليد، وإن شاء الله كجهم كهو كشخص إعلامي وكدوري أيضا برنامج إعلامي كلنا نخدم الرياضة وكلنا نعكس ما يقام في المملكة العربية، سواء إحنا كنا على الأرض أو الإعلام بإظهار الصورة وتوصيل الصورة، وإن شاء الله نقدر نقدم ولو جزء بسيط من ما تقدمه المملكة وأبناء وبنات هذا الوطن. كل الشكر والتقدير للأمير خالد بن سلطان رئيس اتحاد السيارات والدراجات السعودي، وأيضا الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل على هذه الحفاوة والتقدير، بدون شك يسعدنا التقدير اللي شافه ولاقاه رئيس تحرير برنامج أكشن مع وليد الأستاذ وليد الفراج، واهتمامهم بدور الإعلام والتقدير لهذا العمل أيضا يسعدنا، كل الشكر والتقدير لهم، وبإذن الله إلى مزيد من التقدم.